مولانا منتشرة تقول مهدي السنة ومهدي الشيعة يعني. هذا خطأ، نعم خطأ إعلامي، نعم خطأ إعلامي، خطأ في عند القائل، خطأ مقصود، لأن أعداء الإسلام لتفريق الأمة. وراء هذه التفرقة. نعم. إنما هو المهدي واحد، نعم، فقط قد يختلفون في التفصيل. نعم. فالمهدي عند الشيعة هو الابن التاسع أو الولد التاسع أو الإمام التاسع من ولد مولانا الإمام الحسين، فهو محمد ابن مولانا الإمام الحسن العسكري، ابن مولانا علي الهادي، ابن مولانا محمد الجواد، ابن مولانا علي الرضا، ابن مولانا الإمام موسى الكاظم، ابن مولانا جعفر الصادق، ابن مولانا محمد الباقر، ابن مولانا علي زين العابدين، ابن مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين، ابن علي بن أبي طالب، ابن فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق رسول الله. هذه هي السلسلة النسبية للإمام المهدي عند الشيعة، وجاءت عندهم بيقين التواتر في الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. يشاركهم في هذه الأحاديث كثير، أقول كثير وليس إجماع، كثير من علماء السنة، مثل السيوطي، مثل العماد الحنبلي في شذرات الذهب، مثل الصواعق المحرقة لابن حجر، ولابن حجر تآليف كثيرة حول الإمام المهدي، القول المختصر في علامات الإمام المهدي المنتظر، مؤلف مستقل لابن حجر الهيتمي عن الإمام محمد ابن مولانا الإمام العسكري المهدي المنتظر. وكذلك الإمام السيوطي له تآليف كذلك مستقلة عن الإمام المهدي المنتظر، ويقول أن الإمام العسكري قد ولد له الإمام محمد وهو الإمام الثاني عشر عند علماء الإمامية من الشيعة. كثير من المحققين من أهل السنة يتفق مع إجماع الشيعة على أنه الولد التاسع من أبناء مولانا الإمام الحسين، وبعض أهل السنة يرون أنه في شخصه التفصيل بقى. صحيح في إمام مهدي منتظر، وفي إمام قائم يقوم بالأمر وبالخلافة المهدية، الخلافة على الأمة الإسلامية، وتجتمع حوله جميع الأمم، وينشر الإسلام في جميع بقاع الأرض. هذا كلام أساسي متفق عليه عند الطرفين. الاختلاف في الاسم، أنه يسمى أحمد عند بعض أهل السنة، وهو ايه من سلالة الإمام الحسن المجتبى ابن سيدنا الإمام علي، يعني برضو ما خرجوش خارج البيت العترة المحمدية، إنما هو أيضا من البيت النبوي. التفصيل هذا لا يضر في أساس العقيدة، التفصيل في الاسم لا يضر، حتى أنني قرأت حديثا مرويا عن أئمة الحفاظ من الشيعة بأن يعني نلقب الإمام بأنه الإمام القائم المنتظر ولا نسميه، مش احنا اللي نسميه، لا نقول أحمد محمد علي، مش احنا اللي نسميه، إنما بالصفة التي وردت لنا عن سيد الخلق رسول الله، حيث قال في أحاديث عند أهل السنة من الصحاح، قال يا فاطمة أبشرك بأن المهدي منك. ده كلام سيدنا النبي في أقصى الأحاديث، ومروي كذلك في مجمع الزوائد في الجزء السابع، مروي عن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، قال علي يا رسول الله أمنا المهدي أم من غيرنا؟ قال يا علي بل منا، بنا يختم الله كما بدأ بنا، وبنا يستنقذون من الشرك، وبنا يؤلف الله بين قلوبهم. بس هو المهدي عند علماء السنة مولانا كما قرأنا يعني هو شخص هيولد في آخر الزمان، يعني اللي هو ليس السيد محمد ابن السيد الحسن العسكري، هو سيولد في آخر الزمان، يعني هو يعتبر اختلاف واضح تماما في الرؤيتين في النقطة دي، ويتكلم بذلك كثير من أهل السنة يعني، فأود توضح برضو هذا الأمر يعني. حضرتك
اولا هذا الفهم منقول من غير روايات وفهم اجتهادي، هو فهم اجتهادي الملقى في الاساس ان الامام العسكري لم يولد له ده من اعداء الاسلام. لماذا؟ السلطة العباسية كانت تنتظر الامام الثاني عشر كما سمعت الحديث عن سيد الخلق رسول الله، فكانوا يرقبون بيت الامام الحسن العسكري، اي امة اي امرأة اي زوجة كانوا يراقبون عليها، وبجواسيس موجودين داخل البيت الحسني عند الامام الحسن العسكري، اي امرأة تحمل اي امة تحمل تبلغ بها السلطات العباسية، لان هذا هو امل المسلمين جميعا وامل البيت المحمدي في الامام الثاني عشر. فكان حمل السيدة نرجس ام مولانا الامام المهدي المنتظر حملا كحمل ام موسى بموسى لما كان فرعون يتتبع بيوت بني اسرائيل يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا نستكثر على البيت المحمدي معجزة او كرامة ككرامة ام موسى؟ ولماذا نستكثر على البيت المحمدي كرامة او معجزة كمعجزة اهل الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9؟ لماذا لا نعترف بانه ولد له وانه من المعمرين وانه من المنظرين؟ بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لابليس، قال انك من المنظرين، فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، ويكون هذا من المنظرين، والخضر من المنظرين، والياس من المنظرين. واحنا نستكثر على قدرة الله ان يكون الامام المهدي من المنظرين، هو ايه الغرابة اللي عند اهل السنة اللي بيقولوا هذا الكلام؟ حضرتك النقطة دي مش قضيتنا مولانا، احنا بنتكلم في جزئية ايه، احنا متفقين جميعا، احنا يقولون لم يولد بعد، احنا هدفنا توحيد الكلمة. نعم. على قضية لا خلاف ان فيه الامام المهدي سيأتي في اخر الزمان، دي قضية لا خلاف عليها. هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون هذا مستقبل. ان ظهر بالصورة التي قالها الاخوة الشيعة فهم كانوا على صواب، ان ظهر بالصورة التي قالها الاخوة السنة فهم على صواب، لكن الهدف ان نعمل الان امام العدو المشترك ونوحد جهودنا بدل من ان نختلف حول قضية مستقبلية. ده الهدف يعني اللي انا عايز اوصله لحضرتك يعني. حاضر. هو سعادتك ماذا يضر في قدرة الله ان يكون قد ولد وغيبك غيبة عيسى؟ احنا مش بنقيم الحجة على امر، ما هو حضرتك نتوحد على امر واقع ننكره، يعني نتوحد على امر واقع ننكره. ما انا اذا قلت ان هو لم يولد بعد وسيأتي في اخر الزمان هيختلف معايا ناس، وإذا قلت إن هو ولد ومن المنظرين سيختلف معي ناس. إحنا أنا مش هدف إن أنا أختلف مع الناس، أنا عايز ننظر إلى القضية، الجوامع المشتركة في القضية إيه حتى نعمل عليها. الجوامع المشتركة في القضية أن نؤهل أنفسنا استعدادا لنكون من أجناده ومن أتباعه. أحسنت. أن نغسل أرض أنفسنا. نعم. استقبالا لغيث الله ومدد الله. نعم. فإذا نزل الغيث ونزل رزق الله نبت الإيمان نباتا حسنا. نعم. لا نباتا مكدرا. نعم. ده المطلوب مننا الآن. نعم. غسيل الأنفس، الطهارة الدائمة يا أستاذ عبد الحليم. نعم. اليقظة الدائمة يا أستاذ عبد الحليم. نعم. حتى لا يفرقنا أعداء الدين. نعم. من جنود الدجال وجنود إبليس. نعم. لعنهم الله. نعم. حتى لا يفرقنا الناس حول أشياء لا تؤثر في النتيجة. نعم. يعني نحن إذا تفرقنا لا تؤثر في النتيجة، هذه التفرقة لا تؤثر في النتيجة. نعم. ونعمل منها تعصبات ونعمل منها طوائف. أحسنتم.